خلي البلد عليهم ربنا يعينهم، في غلبهم يبات ومنهم تطلع عينهم. البنت فيهم لو تعزها ست بيت مراعية جوزها، فجأة تيجي لو يبوزها من أي حاجة تعمل قضية. اللي خلي البلد عليهم ربنا يعينه، في غلبهم يبات ومنهم تطلع عينه. حلوة بعبلها وحشة أو تحفة في جمالها، دي البنات في الدنيا بحالها الحب هما والحنية. شعرها يبقى منكوش نكشة بس غوي يهزر ومنخشة، تعيد حاجبها وتعمل قفشة في مواضيع سهلة وعادية. بس مهما نشوف ونتعب البنات هي اللي تكسب، بيهم تبقى الدنيا أحلى من غيرهم تضرب الدنيا تقلب. خلي البنات عليهم ربنا يعينهم، في غلبهم يبات ومنهم تطلع عينهم. أنا كل اللي بحلم بيه إن فارس أحلامي يخطفني على الحصان الأبيض، مش على كبوت عربية 128. مساء الخير يا دكتورة سهام. مساء الخير. صباح الخير. لا قصدي مساء الخير، الساعة دلوقتي 12:05. لا أنا ابتديت كلامي وأنت عند السلم، يعني لو حسبنا الوقت هنلاقيه الساعة 11:59 و55 ثانية، يعني صباح الخير. لا مساء، ما أنا برضه عامل حساب سرعة الصوت مقسومة على المسافة اللي بين السلم وبينك. معاك حق، أنا في حاجات كتير بديهية بتفوتني، أي طحلب في تانية ابتدائي يعرفها. عموماً أنا جاية القعدة الفقعة بتاعتكم دي بس عشان ناوية أعمل تقرير عن مشاعر العفاريت في مرحلة المراهقة. أقول لك إيه ياما، دي شاب من دول بيدخل يشتري نص متر أستك كلاسين يقعد يراغي بالنص ساعة. بقول لكم إيه؟ أرجع ألاقي البيت زي الفل. جو مواعين المدينة الجامعية والهدوم المتلقحة على السراير والإهمال بتاعكم ده بلاش منه. طيب هو يا مامتي يا حبيبتي انتوا هتتأخروا في الفرح؟ لا يا حبيبتي احنا هنعمل الواجب وتنين راجعين على طول. ليه؟ براحتكم خالص. قصدي يعني عشان الناس ما تزعلش منك. يا راجل شوطها بشمالك دي متقشره قدامك اهي. ايه ده يا بابتي؟ هو ماتش ايه ده؟ الاهلي مع اسمنت اسيوط. بس ايه؟ ابو تريكه مسففهم شكاير بالعبيط. مساء الفل على الكل. الله الله الله، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه يا عم واخد الجو بتاعك في صحايا على الكورنيش ولا ايه يا عفريت؟ طيب يا بنت ده فرح ابن طنط ميمي. عادل ايه يا عاصم يا راجل من اولها؟ المهم حد شاف الامبي فور بتاعي؟ لا سيبك بقى يا حبيبتي من الكلام ده، انت تخلي بالك بقى من اخواتك، احنا مش هنتاخر، بس لو معادل مسكت فينا قلنا عاصم. لا بقول لك انت تنسيني خالص، انا عندي ميعاد شغل مهم جدا ولازم انزل كمان شويه. شغل ايه يا ابو شغل؟ لا انت تخلي بالك من اخواتك يا ماما. انا عندي ميعاد مع رئيس جمهوريه لابوريا الوسطى. كابوريا؟ كابوريا ده ايه؟ لابوريا دي خرجت من تصفيات افريقيا مع كاس افريقيا السنه اللي فاتت. لا لا يا بابا، خرجوا من الدور الثمانيه. تمانية ايه؟ عمرها شاف البطولة دي؟ دي لابوريا دي تعتبريها زمالك القارة الأفريقية، عمرها ما هتشم البطولة. لو سمحت يا بابتي ما تغلطش في الزمالك، يعني مش عشان خاطر حضرتك أهلاوي تغلط في الزملكاوية، وبعدين هي خرجت من الدور الثمانية على إيد بوركينا فاسو. بتبسوا بقى أنت وهي. بقول لك ايه يا ماما، انا المعدة بقالي 3 اشهر بحاول اخده، ده رئيس جمهوريه لابوريا الوسطى ده مراته خلعته واستولت على الحكم. جت خيبه في خيبتها، كانت استولت على الشقه افيد لها، ده العقارات مولعه نار. وبعدين بقى سيبنا بقى خشوا اعملوا اللي قلت لكم عليه. يلا حاضر يا مامتي، وانا ودبدوبي هنعمل كل اللي انت عايزاه وانا هساعدهم. بس بقول لكم ايه، خلي بالكم من روحكم كويس قوي يا بنات، وزياده في الامان بقى اقفلوا الباب عليكم من جوه بالمفتاح، وانا مش بنقول من هنا الا لما اسمع تكه الكالون بنفسي. ايه جو برنامج ما يطلبه الابهات ده يا حاج؟ خلوا بالكم خلوا بالكم، الولا تامر دلوقتي هينزل بالسجاجيد من فوق السطوح، اول ما يجي تفرشوه على طول عشان الارض ما تسفش تراب. طيب فاهمين؟ حاضر. عشان الارض ما تسفش تراب. حاضر. عشان ايه؟ الارض ما تسفش تراب. لا لا مع بعض، عشان ايه؟ الارض ما تسفش تراب. يلا اعملوا بقى اللي قلت لكم عليه، اسمع التكات بايه؟ بنفسك. برافو عليكم. يلا 6 تكات مع بعض. و واحد. لا اقفل. و
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. من زمان شغلني سؤال مهم قوي، ليه البنات بتحب الدباديب؟ هاي حاجة الشباب السيسي يكون فيها فلوس وخلاص. أيوة اشمعنى الدباديب يعني؟ يا عم هي حاجة كده بيقولوا انها رمز الحب والحنية ولا مؤاخذة. ابو كرش ده رمز الحب والحنية؟ لا قرع ده بيفهم في الحب؟ لا لا انا مش مقتنع. وبعدين انا لما اخطب، قصدي لما الفرسة اللي في خيال اسطبلي توافق، مستحيل اجيب لها دباديب وكلام فارغ من ده. كلكم بتقولوا كده في الاول والكلام الحلو بيتحول، كله يا اخويا بيقول كده، بعدين لما تتدبوا على بوسكو بتشتروا دباديب وارانيب كمان. بس الفرسة اللي في خيالي بتموت في الكائنات الحية، مزاجها في الدباديب الصحية. قصدك مين يا مدهول؟ احدهن وخلاص، المهم اني هرفع شعار لا للدباديب، وده هيكون عنوان حملتي الصحفية اللي جاية، محاربة مافيا الدباديب. لو سمحت ممكن دبدوب؟ طب قول سلام عليكم الأول، هو الدبدوب هيطير؟ يا باشا اسماء ايه اللي هتطير؟ هعوضك عن كل اللي فات، ده انا الوفاء بيجري في دمي. مين؟ قالي تامر ابن عمتك. مين لحمك ومن دمك؟ لحمي ومن دمي ايه بس، نشفت دمي حرام عليك. عايز ايه؟ تدخل. ايه ده يا تامر، انت كنت بتصطاد سمك ولا ايه؟ لا كنت بصطاد سجاجيد يا ليك. عيه قافلين على نفسكم بالمفتاح من جوه ليه؟ طبعا تلاقيكوا فاتحين الكمبيوتر على الماسنجر. لا لا يا تامر، اصل محدش هنا، وبعدين ماما وبابا قالوا لنا نقفل على نفسنا من جوه لحد ما راجل البيت تامر يجي يدخل يفرش السجاجيد. يلا افرش السجاجيد يا تامر. يلا يا تيمو يا حبيبي. يا قوي بسم الله. لا 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 مش هنا، مش هنا يا تامر، جوه جوه شويه. لا 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 جوه كمان، جوه خالص يعني. نفس جوه. الله يقطع نفسك. سوري يا بيبي. لا طبعا انت وحشتني اكتر، وحشتني قوي قوي. خلاص هانت، تامر هيدخل السجاجيد وكلها عشر دقايق بالظبط، وقلبي وقلبك هيبقوا قاعدين على ترابيزه واحده بيضربوا كوباية موز باللبن واحد. بحب بحبك بحبك يا دبدوبي، بحبك 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 بحبك. بس انا سخة يا جدعان، بنت خالي بتحب 12 جدع كده مرة واحدة باكج كده؟ يا نهار اسود، مفيش غير رهام هي الكبيره العقله بقى تيجي تشوف مصيبه اختها. حاضر حاضر نازله حالا. افوت الميعاد ده؟ انت اتهبلت يا واد. لا طبعا انا بقالي 3 اشهر بحوم على حواليه علشان اخد الميعاد ده، بس اخيرا وقع فرصتي يا ابني. وبعدين انت عارف ده مش اي راجل يعني. لا انسى، اقول لمين؟ لا طبعا الموضوع ده لازم يفضل سر، دي مراته لو شمت خبر هتطين الدنيا. بقولك ايه تامر، ما شفتش الام بي 4 بتاعي؟ شفتش انت مصيبه زي دي؟ تخلف. الله يرحمك يا خال، الله يرحمك. بنتك الصغيره شكلها هتهرب في الاخر مع الدبدوبي، وبنتك الكبيره خطفت رجاله. يا نهار اسود، مفيش غير البنت سهاء. البنت سهاء هي اللي كبيره وعاقله ومتعلمه في نفس الوقت، هي بقى اللي تلحق مصيبه اخواتها. انما انا مالي. الو، ايوه عندي طبعا، نايم جوه في الاوضه مخبياه طبعا. لا لا ما رضيتش احطه في الحمام عشان ما ياخدش برد، ده بابا لو عارف هيبهدلني. اوكي 10 دقايق وهبقى عندك. باي. راحت فين النضاره الزفته دي؟ النضاره يا سهاء. تامر ميرسي قوي يا تامر. العفو العفو يا بنت خالي، ده بقى بيت الضائعات. اكلم خالد دلوقتي اقول له ايه؟ لو رنيت عليه هيموت فيه وقليل ما انجلط. ايوه اكلم البنت الهام.
لا الهام ايه؟ الهام تلاقيها بتلف بانجو دلوقتي للزباين في البوتيك. طب اعمل ايه؟ تعمل ايه يا هاني؟ تعمل ايه يا هاني؟ هاني مين؟ تامر تامر. اعمل ايه بس يا ربي؟ ايوه ايوه برنس يا تامر. اتخرس انت يا طارق. ها حضرتك عايز دبدوب شكله عامل ازاي؟ مش عارفه بطني مالها. اسمع مني يا برنس، انت مش بتقول ابراهيم صاحبها هريها دبديب؟ ايه اللي هريها يا باشا؟ ده ايش اصفر على احمر على بوفيونكا؟ خلاص لازم انت تبقى مختلف، لسنا الوحيدون ولكننا متميزون. والله انا ما بستخسرش فيها حاجه. طب زي ما وصلتك دي انا هكمل. انت تنسى خالص موضوع الارانيب والدباديب والكلام الفارغ ده، هتصرف فلوسك على الهبل ده. ما انا فكرت بقى اجيب لها ازازه ريحه لالي حلميه ولا البون الفنان مصطفى كامل الماستر. يا عم ما تتقايل تخلص، هتشتري ولا لا؟ الله مش باخد راي الراجل. اسمع نصيحتي، انت كحبيب لازم تفرض شخصيتك على مزتك، وهديتك جزء من شخصيتك. تصدق يا باشا انا بقطع من شخصيتي واديها برده مش عاجب. معلش معلش، عارف انه لود عليك، بس عشان كده انا عايزك تجيب هديه مختلفه عشان تقدر تعوضها عن الموضوع ده. فطمني يا برنس وانا جاهز بالنقديه. هديتك لاسماء السنه دي في عيد ميلادها رولين ورق حائط بامبي، وهي حاجه ليك وترجع لك بيتك برده في الاخر. مؤاخذه يا باشا، شخصيتي انا واسماء ما تركبش على ورق الحائط. يا عم انتوا هتقعدوا تتسامروا؟ بقول لك بطني وجعاني، تخرج هتكوني لا انا طالعه وقرف. تجيب له اياد يا طارق، تجيب له اياد يا طارق، تجيب له اياد يا طارق. بس لقيتها لك هديتك السنه دي الاسماء صاعق ناموس يا معلم. انت بتستهبل يا ابني، مفتاح ده ايه بس اللي اتكسر جوه كانون الشقه؟ مفتاح كل هفتان ده؟ وبعدين وانا مالي؟ ما هو قدامك اسال ايه؟ بعدين هي دي مفاتيح ولا انتوا عمركم في حياتكم شفتوا مفاتيح؟ احنا حضانة في البلد المفتاح المفتاح اجمد من مكنة الري. انت تخرس خالص وتشوف لنا حل للمصيبة اللي انت عملتها دي. انت بتتخلقي عليا ليه دلوقتي يا اسهاء؟ اوف اوف اوف، صوتكو عالي قوي، ايه جرى؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا مسهوكة، ابن عمتك الحيلة كسر المفتاح جوه الكالون وحبسنا جوه الشقة. يا خبر ابيض، ده كده ممكن يموت نفسه لو ما رحتلوش. هو بيحس ولا عنده دم؟ ان شاء الله لو ولع في العمارة كلها. وانا مالي ياكش العماره تولع من بكره الصبح، انا ساكن على السطوح عمر النار ما تطلني. طب خش يا اخويا نجري جوه شوف لنا مفك ولا بنسى نطلع بيهم المفتاح المكسور ده. وانا مالي؟ مالك ده ايه وعامل لنا فيها راجل؟ وانا راجلكو وانا مش هخلي حد يهوب نواحيكو. هو في حد يقدر يهوب نواحيكم وانا هنا؟ هو في حد ممكن يخش من بره اصلا؟ لا، ما هو الخطر بيجي من جوه اصلا. ايه؟ يتقلب في نومته، يعوز يشرب ميه ساقعه من الثلاجه، يولع سجاره من النوتجاز. ده اللي يجي من جوه يا ابني؟ تهبل ولا بتستهبل؟ انا لا بستهبل ولا حاجه. انا بص انا هبلع لساني اهو لغايه اما عبد حميد يجي يلم لحمه ويغسل عاره. اعمل ايه دلوقتي بس يا دبدوبي؟ ارد اقول له ايه؟ قولي له قلبي ونفتحه دول ملك ايديك. النفتاح ارهام، النفتاح. انت كلمتيني من نص ساعه وقلت لي 10 دقايق وهكون قدامك، ايه اللي اخرك كل ده؟ وقفوكي في كمين؟ نعم يا اختي، المفتاح اتكسر من جوه. من جوه مفيش فايده، زيك زي كل اللي قابلتهم، مخادعه غشاشه. اخرك معايا نص ساعه والاقيكي قدامي، وانت عارفه انا هعمل ايه كويس. الساعه في ايدك كام دلوقتي؟ 10 وربع. برضه مصره على الكذب والخداع؟ الساعه 10 وثلث يا هاني. ماشي، اخرك معايا نص ساعه والاقيكي قدامي. استنى هنا، وعشان ما ابقاش ظلمتك انا هشاهد معانا واحد تاني. اسمك ايه؟ صلاح يا باشا، معهد فن تجاري. ادي الكلام قدامك وقدام صلاح، وانت عارفاني وعارفه صلاح كويس. نص ساعه وهنتحر. ماشي يا صلاح. صلاح مين يا عم؟ ايه بتقول؟ ايه المفتاح اتكسر؟ جبسيه. حلو. ها حلو. في ايه؟ في ايه دي بس؟ ايه دي؟ حاضر حاضر، معايا مصلحه هنا بس اخلصها واطلع لك على طول. يلا باي باي حبيبي. مفيش فايدة، الكالون بلع المفتاح. كل ده منك انت يا وحش يا حيوان يا قاسي. ما تقوليش يا قاسي. هنروح في داهية، هنروح في داهية. ولا هنروح في داهية ولا حاجة، ده طارق انا كلمته عشان يجي يلحقنا. ايوه يا طارق. طارق مين؟ انا الهام. افتحوا بقى افتحوا. ما دريتيش مش المفتاح مكسور من جوه؟ افتحي لنا انت. بطلوا هزار سخيف، حرام عليكم، عايز اخش الحمام. اخ دي بقى انا ما عملتش حسابها. عموما اتصرفي في الاسانسير، ستر برضه. يبقى انت كسرت المفتاح متعمد. بقول لكم ايه، افتحوا، انا مش قادره خلاص مش قادره.
اخش الحمام. الو ايوه يا طارق انت فين يا زفت؟ قلت لك اطلع بسرعه، سيب اللي في ايدك ده واطلع، انا كده الميعاد هيطير. يا حيوان اعمل حاجه فك لنا الازمه دي. ازمه؟ هي دي ازمه ولا انتوا كنتوا عمركم شفتوا ازمات؟ ثانيه واحده. الو يا خبر ابيض. لا 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 طالع حالا طالع. لا اسيبكم ازاي يعني في موقف زي ده؟ ثواني ابقى عندك ثواني. يلا باي باي. ها يا معلم وقفنا لحد فين؟ كل كل حلو الكشري. ما تقلقيش ما تقلقيش، حته كلام من بتوع مصر يعني مش هعرف افتحه ده، انا في بلدنا كنت احسن واحد يفتح في الكلام. يا مامي صوتي يا اختي، انت لسه شفت الصويت ولا تعرف الصويت؟ صوتي يا مسهوكه. ايوه اجرب مفتاح الجرار ده. هيام مالك يا هيام؟ فوقي يا حبيبتي مالك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، التعبان شكله خرج. يا نهار اسود ومنيل، تعبان ايه؟ ده تعبان سم جدا من اخطر التعبين اللي في العالم، كنت جايباه عشان اعمل عليه تجاربي، اصل في الكليه ممنوع فقلت اجيبه البيت. انت بتستهبلي يا سهام، جايبه لنا التعبان عشان يموت حد فينا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، هو لو عضها كان هيبان، وبعدين ده لسه متخدر وغديته والله. بس في مصيبه ثانيه، ان هو ربع ساعه ومفعول المخدر هيروح وهيبقى عايز يتعشى. يتعشى ايه؟ طب هاتيله خرطيله طبق ميه ولا هاتيله بجنيه لانشو. اه صلاح ما بتردش، يمكن عامله الموبايل سايلنت. لا يا صلاح دي كدابه زيها زي غيرها، انا لازم اضرب نفسي بالنار. يا باشا نار ايه يا باشا؟ صلى على النبي. مفيش فايده، انا قلت هضرب نفسي بالرصاص يعني هضرب نفسي بالرصاص. يا باشا الحريمه هي بتروح وبتيجي. عندك حق يا صلاح، بنتي ايدي اللي اضرب عشانها نفسي بالرصاص. اهو ده كلام الناس العاقلين. انا باشا انا هرمي نفسي في النيل. بجد ريهام بجد عندك تعبان بجد؟ طب اديوني اديوني. الله الله يا ريهام عندك تعبان بجد؟ بجد ولا بديل؟ حلوة ها؟ حلوة صح؟ باي باي ريهام باي باي. كل كل ده الكشري ده. مين ده؟ هتروح مني فين؟ ها؟ هتستخبى العمر كله؟ ده احنا في بلدنا بنعملكوا حزازات يلا. ايوه يا دكتور، ثاني اكسيد بوتاسيوم ونترات زيت. خلاص هاي يا بنتي اتشرفتي، خمس دقايق والمخدر هيكون جاهز. ملوش لازمه مش هتلحقه لانه هيبقى متعلق على صدري بعد دقيقتين. يا ستي يلا بس. يما 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 طيب انا اروح ازنقه في الحمام بقى. ها دي ذنب الهام ذنب الهام. يعني فكرك انا لو جبت لها ولاعه سخان هتحبني للابد؟ اه لو ما حبيتكش للابد تحبك لشخصيتك. اشرب اشرب. افتحوا بقى ابوس ايديكم، العماره كلها تتفرج عليا، مش قادره خلاص. حرام عليكم. تمسك يا بنت خالي، مش ناقصه فضايح وجرس. انا خلاص طعمت السناره بجمبري وهصطاده هصطاده. بس لو جبت لها كاسة القلاب زي ما انت بتقول هزنق نفسي في قسط جديد. يا عم انت شويه، انت باين عليك شغال وكس، قميصك بيقول ان انت شغال وكسيب. صحيح ما قلتليش انت بتشتغل ايه؟ محسوبك بيصلح كوالين. تصدق بالله انت ابرد مني، بقى احنا قاعدين بقالنا ساعتين بنحكي في اي كلام في كلام فارغ، وهم فوق قاعدين محبوسين بسبب الكلون. طب يلا بينا. طب اقعد اشرب الشاي، هي الدنيا طارت، اقعد اقعد اشرب. سيبك انت بالكلام الفارغ ده، اهم حاجه مقتنع بالدبدوب اللي جبناه ولا لا؟ جدا.